هي ثلاث دفعات من كباش رومانيا ولحوم البقر تصل لولاية بسكرة وفق رزنامة معدة سلفا قصد المساهمة في تزويد الأسواق باللحوم بأسعار منخفضة، وهو ما استحسنه المواطن، حيث سجل لحم الخروف 1850 دينار جزائري وسعر لحم البقر 900 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد. اليوم يعني نشكر الدولة الجزائرية اللي وفرت لنا هذه، دارت المبادرة هذه تاع استيراد اللحوم من رومانيا، والاسعار يعني راي الاسعار راي تقريبا في النص، يعني يقولوا هبطت النص تقريبا النص من 3000 دينار حتى ل 185000، يعني راهو تقريبا نصف ونصف السعر. يعني والله مبادره جميله ومشكورين كل من ساهم في هذه المبادره هذه مشكورين. اسعار تاع الخروف تاع رومانيا راهو ب 180، يعني في متناول الجميع كل، وتاع البقري ب 90000 تاع رومانيا ولوكال 160. الحفاظ راهو يعني في متناول الناس جميعا، يعني الناس كل تقدر تشري ان شاء الله مش كما بكري. عملية البيع على مستوى محلات الجزارة تتم تحت رقابة أعوان مديرية التجارة بشكل دوري لضمان وصول المادة للمستهلك بشكل صحي. ومن ناحية أني نطمن المستهلك بنوعية هذه اللحوم المستوردة، هي تخضع للرقابة المشددة من طرف البياطرة، يعني مديرية الفلاحة وأيضا مديرية التجارة، قبل عملية الاستيراد وأيضا بعد عملية الاستيراد وأثناء أيضا عرضها للبيع على مستوى نقاط البيع. وهذه الرقابة راهي تتم بصورة دورية ومشددة تماما قبل عرضها للاستهلاك. كان عندنا اللحوم متوفرة حاليا، أنا متوفرين على 3 دفعات من لحم الخروف الروماني المدعم من طرف الدولة. هذه العملية ساهمت في انخفاض أسعار اللحوم ومنح المستهلك فرصة اختيار النوعية التي تتناسب مع دخله.